فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو بقي شيء من الطيب في ملابس الإحرام ولم يغسله المحرم وطاف وسعى، فهل فعله ذلك صحيح أم أن عليه فدية؟ إذا كان يجهل فلا عليه شيء، أما إذا كان متعمدا فعليه الفدية. خير فيها بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام إذا كان علم بالطيب ولم يغسله. نعم.